نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكلة وبليكس حدث خطأ في الشبكة. قموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سنقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على روبليكس، من ثم سنقوم بالضغط هنا على القفل الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سنقوم بالبحث عن روبليكس خاص بكم فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم روبليكس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.